تعيش شقيقتان ببلدية سوق نعمان في ولاية أمبواقي داخل كوخ هشوة بأجر شهري لا يتعدى 4000 دينار وسط ظروف قاسية. نتابع الوضعية مع رشيد مقدم. في هذا البيت الهش بقرية خليفة شاكري ببلدية سوق نعمان في الناحية الغربية من ولاية أم البواقي تعيش الشقيقتان اليتيمتين حمامة وفاطمة يحياوي أسوأ عمرهما الذي تخطى 40 عاما، وذلك في ظل غياب أبسط شروط الحياة الكريمة. هذاك خويا مسكين ربي يستروا ربي يهنيه ربي يعطيله يعيش فينا، يجيب لنا دقيق يجيب لنا اسم المصروف نتاع الدار، وانا نهز في 400 تاع اختي ندوي فيها برك، وما كفاتنيش 400 ما كفاتنيش للطب اللي نروح ندوي 600 700 للطب ديهم كل طبيب. عازبتان بحاجة لمسكن لائق يصون كرامتهما، فاطمة تعاني من وضعية صحية حرجة فيما شقيقتها حمامة لا تستفيد من أي مساعدة اجتماعية. ما عندي لا بطاقة شفاء لا شهرية، حتى الشهرية ما عنديش. عند اختي برك تهز 400 ما كفتناش. 400 راح نعطيها للدواء راح نعطيها ما كفتناش. الدواء تجيب 600 700 وراح تكفينا الدواء. لو قال في الأخير فرج ربي أنا وسيدي مخلقة وفي الأخير فرج ربي النعية لاباس علينا. تبقاش خلاص لو قطرت حتى شمني المرضى النم. اش مسليه؟ أها أنا اللي نهز فيها مسكينة كي نخطيها أنا شكون راح يهزها؟ من يهز فيها نداوي فيها دائما للطب دائما نجري كي تمرض هي مرضانا. حياة اليتم القاسية عاشتها الأختين حمامة وفاطمة، وبينما الوضعية الحالية تزداد حدة مع تقدم العمر فهل من مغيث؟ بعد 20 سنة من الغلق بسبب العشرية السوداء فتح